بص يا جماعه، السؤال ده هو تطبيق على التعامل مع الداتا ستراكشر. اتفقنا التعامل مع الداتا ستراكشر مقصود بيها انك تكون بتتعامل مع كولكشن اوف داتا ايتمز، وهو باختصار التعامل مع الاري او الكولكشن او الجينيركس او اي نوع من انواع الكولكشنز المختلفه اللي احنا بنتعامل معاها. هنا السؤال يا جماعه بيقول لي ان انتجر ذات از جريتر ذان 0. وقبل ما ابدا اكمل قرايه عايز اقول لك ان جزء من حل المشكله انك تفهم طبيعه المشكله وهو الراجل عاوز منك ايه بالظبط. تمام؟ طيب تعالوا كده، بص على البروبلم بتاعتنا. هنا بيقول لك ان انتجر ذات از جريتر ذان 0 از سيت تو بي ان فاكتور. يعني لو عندي يا جماعه انتجر اكبر من 0 هقول عليه ان هو ان فاكتور. اي اكس يا جماعه، اكس واي زد، اي حاجه قول سميه اي اسم. تمام؟ بس رجع هنا قال لك بشرط اف ات هاز ان ديستينكت فاكتور اذر ذان 1 اند اتسلف. يعني بيقول لك لو ليه عوامل. لما اقول لك يا جماعه ال 14 عوامل، ال 14 عباره عن ايه؟ ايه المقصود يا جماعه بعوامل ال 14؟ لا ما ال 14 اللي يقبل على الاسم على ال 14. اه صح. لما اتكلم يا جماعه عن عوامل ال 14 يعني الرقم اللي يقبل الاسم على ال 14 ويرجع لك قيمه صحيحه في النهايه يطلع لك زيرو من النهايه. تمام؟ طيب بص يا جماعه، قاعده اساسيه تكون عارفها، جرب كده يا جماعه. 14 هنا 1 ما ينفعش، صح؟ طب جرب ال 13 على نفسها ما ينفعش. طب ال 12 ما ينفعش. طب ال 11 ما ينفعش. ال 10 ما تنفعش. ال 9 ما تنفعش. ال 8 ما تنفعش. طب ال 7 تنفع. تمام؟ طلعت لك كام؟ 2. وترجع تاني تطرح منها 7 ناقص 7 هتطلع لك 0، تجيب الريميندر بتاعها يعني هتطلع لك كام؟ 0. معايا؟ طيب نجرب الستة ما تنفعش، نجرب الخمسة ما تنفعش. تعرفين كأنك بتقول ايه؟ ان العدد اللي يطلع يعني هتجيب المود بتاعه او الريميندر بتاعه، لو طلع بزيرو يبقى خلاص. معايا؟ زي السبعة مثلا، ال 14 فيها كام؟ سبعة، اتنين، بس هتبقى بزيرو. تمام؟ طيب لو قلنا مثلا الاربعة تنفع؟ ما تنفعش. التلاتة تنفع؟ ما تنفعش. الاتنين هتطلع لنا سبعة، صح؟ تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع. يبقى يا جماعة هنا ال 14 اللي كان عندنا ليها كام فاكتور؟ 2 و7. ليه؟ طيب انتوا عارفين بعض قاعدة أساسية لازم تتعلمها بدل ما تقعد تجيب من كل رقم وتشوف الريميندر بتوعها هيطلع لك ايه؟ تمام؟ انت ممكن تعمل حاجة حلوة أوي. دايما يا جماعة الفاكتورز بتيجي من النص. لو لاحظت هنا جت من كام؟ من عند السبعة. يعني امسك الرقم وحط الريميندر كام على سبعة. تمام؟ حطه من النص دايما يا جماعة. 14 ريميندر السبعة يطلع لنا كام؟ زيرو، صح؟ ستة ما تطلع لنا ايه؟ اتنين. 14 ناقص ستة هيطلع لنا كام؟ 8. 8 ناقص 6 هيطلع لنا 2. معايا؟ طيب الاعداد اللي هتنفع 2 و7، فدايما بدل ما تبدا تمشي على العدد من اوله خالص ابدا دايما فكر منين يا جماعه؟ من عند النص. معايا؟ دي تفرق معاك لانك ممكن تكون عامل لوب كل شويه قاعد يقسم على العدد، فبدل ما تخليه يبدا من الاول خالص خليه يجي من عند النص ويشتغل وينزل. أو معايا؟ طيب تعالوا بقى نكمل
هنا بقول ايه؟ يبقى احنا فهمنا يعني ايه ان فاكتور. تمام؟ بيقول لك ان العدد الانتجر لو كان اكبر من زيرو اقول عليه ان فاكتور، بشرط ان هو يكون ليه فاكتورز. مع العلم ان الواحد يا جماعة ايه؟ ما بعتبروش فاكتور. فمثال قال لك ان الاتناشر is four factor because its factors are الاثنين والثلاثة والاربعة والستة. انت عارفين لو انا جيت اقول الاتناشر، طيب تبدأ بقى من الاتناشر والحداشر نازل ولا تبدأ من عند الستة؟ الستة. الريميندر بتاعها يطلع بزيرو. تمام تمام. الخمسة ما ينفعش. الاربعة الريميندر بتاعها بزيرو. اوكي. التلاتة بزيرو. الاثنين بزيرو. طب الواحد ما بعتبروش. تمام. طب هو عاوز منك يا جماعه، يبقى انا عرفت ان ايه، ان الانتجر ان فاكتور والايه اذر زي اذر زي مين يا جماعه؟ الواحد مش كونسيدرد خالص معانا. يبقى انا فهمت ايه المقصود بان فاكتور. طيب بيقول لك رايت فانكشن، انا عاوزك تكتب فانكشن اسمها ان فاكتور. هتاخد منك تو ارجمنت، يعني تو انبوت عندنا. تمام. ان انتجر اند سم value of n and return 1 of the integer is n factor. طيب وده شكل السيجنتشر بتاع ايه؟ الميثود. استنى اكمل معايا. هو رجع هنا قال لك اكزامبل، قال لك ايه يا جماعه؟ تعالوا كده نشوف التيبل اللي عندنا ده او الاكزامبل عامل ازاي. قال لك ايه؟ قالك على سبيل المثال الفاليو عندي 14، والان دي يا جماعه بتمثل، لو قلت لك يا جماعه عدد الفاكتورز اللي موجوده في 12 كام؟ 4 صح؟ عدد الفاكتورز اللي موجوده في 14 كانت كام؟ 2 و7 2 صح؟ فبيقول لك ايه؟ قالك انا هدخل لك الرقم واعداد الفاكتورز المحتمله ليه. يعني كأن انا بسألك بقول لك ايه، لما تيجي تعمل كولينج هبعت لك مثلا 14 و2، اقول لك هل ال 14 عدد الفاكتورز بتاعتها 2؟ فلو كده هترجع لي 1، ولو ما كانش هترجع لي 0. فهمتوا يا جماعه؟ طب تيجي نتست كده 14 و2 هنا، حتى ادالك سامبلز علشان يفهمك. قال لك ان ال 14 وال2 هتريترن 1. ليه؟ اصل ال 14 عندها 2 فاكتورز اللي هم 2 و7. ففعلا الراجل قال لك 14 وقال لك عدد الفاكتور 2 فرجع 1. قال لك ان 18 و5، قال لك انا هرجع 0. قال لك ليه؟ لان 18 doesn't have 5 فاكتور، ما عندهاش 5 فاكتور، لانها عندها 4 بس اللي هم مين يا جماعه؟ ال2 وال3 وال6 وال9. فده رجع كام؟ 0. فضل بقى ماشي معايا لغايه ايه؟ الكلام ده صح؟ طيب تعالوا بقى يا جماعه افكر، لو انا عاوز اكتب الالجوريزم ده كده حتى بستبس. انتوا عارفين اول حاجه يا جماعه لو انا هفكر فيها قبل اي حاجه وانا جوه الميثود بتاعتي اهي، قبل اي حاجه هروح اعمل تشيك. خد بالك لو الفاليو اللي هي البارامتر الاولاني اقل من الزيرو صح، هو عامل باي ديفولت عامل ريتيرن لمين؟ لزيرو. لان هو اصلا خد بالكوا بقى قبل ما اخش على لوب اعدي على الايتيمز والكلام ده، بسم الله الرحمن الرحيم كده كونديشن في الاول، العدد ده ينفع ندخله؟ ما ينفعش نطلعه بره من اول. ما هو انا ممكن ادخل لك اقول لك زيرو وحط لي الفاكتورز بتاعتها، هتمشيني في لوب والكلام ده؟ ما من اول خالص يا جماعه قول لي العدد ده اكبر من زيرو خلاص، او اكبر من واحد، او خليه مثلا ايه اقل مثلا من واحد. تمام؟ اقل من او يساوي واحد مثلا، لا انا مش هشتغل على العدد ده. يبقى العدد ده لازم يكون اكبر من كام؟ من واحد، يعني اتنين نبدا نشتغل عليه. معايا؟ طيب قلس بقى يا جماعه، يعني معناها ان العدد ده يا جماعه ان الفاليو جريتر زان كام؟ واحد صح؟ طب انا محتاج اعمل ايه يا جماعه؟ محتاج اعمل لوب اعدي على العدد اللي موجود عندي. تخيلوا العدد عندي 14 صح، يبقى انا محتاج اعدي يا جماعه اخلي الاندكس بتاعي يبدا من عند كام يا جماعه؟
لا يبدأ من عند كم؟ ماشي 14 على الاثنين صح؟ والاندكس بتاعي يكون اقل من كام؟ او يساوي ال 14. مش انت هتبدأ من عند 6 او تبدأ من عند مثلا لا احنا نعكسها بقى، اخلي ده يبدأ من زيرو والكونديشن هو يقف عند كام؟ ده يبدأ من زيرو والكونديشن بتاعي يكون ايه؟ الاندكس على 2 صح؟ والاندكس بلس بلس. علشان امشي ازاي بقى؟ خد بالك انا مش هجيبه وانزل، تمام؟ هشتغل ايه؟ 0 1 2 3 4 لغايه السبعه، اقل منها يساوي معايا. وكان ممكن اخليها ديكريمنتر لو انا عاوز اعكس اللوب اخليها بتعمل بالماينس، تمام؟ طيب وبعد كده يا جماعه كل عدد يجي لي، خلاص العدد يجي لي اقوم قايل ال 14 على الاندكس. ما هو الاندكس ده اللي هو العدد اللي جاي لي. لو كان الريميندر بتاعه ايكوال 0 يبقى انا محتاج اعمل ايه يا جماعه؟ طب ما تيجي نعمل كاونتر قيمته بزيرو. كل ما عدد ينفع يتقسم على زيرو اكاونت، لان انا اصلا مش عاوز اجيب الاعداد اللي هي مين؟ الاعداد بتاعت الفاكتورز يا جماعه، ده انا عاوز اجيب عددهم. فطالما اصلا دخل ابل على الريميندر يبقى اصلا العدد ده ممكن الكاونتر بتاعنا يزيد بكام؟ بواحد. طب بعد ما تخلص اللوب تعالى في الستيب اللي بعد كده تقوم عامل كونديشن. الكونديشن ده تست فيه مين يا جماعه؟ تست فيه هل الكاونتر ايكوال ايكوال الان؟ مش الان ده يا جماعه كان عدد الفاكتورز اللي هو بيديها لك؟ لو كان كده هتريترن بكام؟ واحد، عشان تتاكد فعلا ان ده شبه ده. طب ما كانش هريترن زيرو. معايا شباب؟ تمام يا جماعه. طب تيجي بقى تعالوا نمبلمنت الكلام ده. بص يا جماعه انا هعمل ميثود زي ما هو قايل لي، انا اسميها يا جماعه ايه؟ ده السيجنتشر بتاعها اللي هو الدهوني. اتفقنا يا جماعه؟ بصوا تاني كده نذكر الناس بالبارامتر ده، ده الفاليو اللي هتتبعت زي 14، والان دي بتمثل ايه؟ نمبر وفي وفاكتورز، تمام؟ طيب اول حاجه بقول لك تشيك دايما على الفاليو بتاعتك. هل الفاليو بتاعتك اكبر لو اقل من او يساوي واحد؟ باي ديفولت كده على طول من الاول تعمل ايه؟ ريترن زيرو. معايا؟ طب إلس يا جماعه معناها ان الفاليو جريتر ذان كام يا جماعه؟ واحد، صح؟ طيب ما تيجي نعمل فور لوب تعدي على الايتم اللي عندنا، تمام؟ هبدا من عند الزيرو، انا عاوز ابدا اقول له ان الـ ان ان الفاليو على الاثنين. يعني لو كنت باعت 14 يا جماعه الكونديشن بتاعنا هيبقى عند كام يا جماعه؟ عند 7، صح؟ طب ممكن اخلي الايتمز بتاعي محتاجه بقى يبدا من زيرو ولا يبدا كمان من الاثنين؟ ما انا استغل كمان الكلام ده، انا عارف ان الزيرو والواحد اصلا مش معايا، صح؟ طيب واقول له ايه بقى يا جماعه؟ طب ما اجي اعمل كونديشن اقول له ايه؟ والله لو الفاليو كان الريميندر بتاعها على الايتم ايكوال ايكوال زيرو، يعني على سبيل المثال الفاليو كانت عندي ما هو معروفه ان هي 14 والريميندر بتاعي 2، هيطلع لي كام؟ زيرو، صح؟ يبقى انا محتاج اعمل كاونتر كده يا جماعه، اقول له انت كاونتر ايكوال زيرو. الكاونتر ده يا جماعه قيمته تزيد لما يدخل جوه الكونديشن. فتعالوا كده نتست يا جماعه. طبعا انا بتست على مين؟ على الكيس ان الراجل ده باعت لي 14 وايه؟ و2. طب ما ده يا جماعه 2، 14 ريميندر 2 0، زودنا الكاونتر. طيب بقت 3 ما دخلش الكونديشن، 4 ما دخلش الكونديشن، 5 ما دخلش الكونديشن، 14 على 6 ما دخلش الكونديشن، 14 على 7 دخل الكونديشن، بقى الكاونتر بكام؟ 2، صح؟ طب انا عاوز اتاكد بعد ما انا خلصت جمله الفور لوب بقى اقول له ايه؟
قالوا والله لو الكاونتر ده ايكوال ايكوال ان اللي انت قلت لي ان ده اكسبكتد نمبر اوف فاكتورز، ان ده العدد المتوقع ليه الفاكتورز عندنا، هقول لك ان هتريترن مين؟ واحد. إلس هريترن مين يا جماعه؟ زيرو. طب تيجي بقى نتست يا جماعه عندنا، طبعا انا ممكن لا ما هو الإلس اول اف الإلس بتاعها لا ما هي ما دي مش محتاجها اصلا. هقول له ايه؟ هقول له ديكريمنت، ما هو مش هيعمل حاجه معايا يعني. الاف دي يا جماعه مش محتاجها ان هو يعمل حاجه، مش شرط. طيب تعالوا بقى يا جماعه، انا هخليها ستاتيك عشان اعمل لها كولينج على طول لان انا موجود جوه مثل ستاتيك. فاقول له از ان فاكتور كونسول دوت رايت لاين 14 و2 اعمل رن طلع لي كام؟ زيرو. لا يبقى اكيد في مشكله. تعالوا كده طبعا يا جماعه هنا المفروض كان يطلع لي كام؟ واحد. هنا الكاونتر جاب كام؟ اثنين. ليه بقى؟ ما عملناش ايكوال يا جماعه، ما عملناش ايكوال، تمام؟ لان هو كده فوت السبعه. طب ران جاب لك واحد اهو. طب هو هنا يا جماعه بيدي لك بقى حاجات تست بيها عشان تتاكد انك شغلك. وهنا بقى يا جماعه جايب لك كل الكيس 18 و5. جرب 18 و5. طلع لك زيرو. زيرو صح. 25 و2 زيرو. 36 و7 يطلع لنا واحد. اوكي يبقى انا كده اتاكدت ان انا شغلي سليم. طب اجرب كيس برضو بالسالب، قال لك سالب خمسة واي عدد يعني طلع لي زيرو. يبقى انا كده اصلا شغلي سليم و100 100. معايا شباب؟